الفنانة شيري عادل تؤكد انفصالها عن الداعية معز مسعود. أكدت الفنانة شيري عادل انفصالها عن زوجها معز مسعود بعد سلسلة من النفي استمرت على مدار الأشهر الماضية، حيث أن الانفصال وقع منذ عدة أشهر ولكنهما فضلا عدم الإعلان في ذلك الوقت. وكانت الفنانة شيري عادل نفت مؤخرا انفصالها عن زوجها معز مسعود بمقطع فيديو جمعهما نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع انستغرام، ولكن يبدو انهم اتفق على اعلان الامر مؤخرا. جدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة شيري عادل هو مسلسل السهام المارقة، شارك فيه من مصر الفنان شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز وشيري عادل، وشارك من فنانين العالم العربي كل من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية ديموندا أبو عبود والسعودي هشام فقية والفنان العراقي كامل إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود.